السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رشا النهارده للأكلات السريعة، والنهارده هنعمل مع بعض حبة قلقاس كده يستاهلوا بقكم. في البداية حبايبي معايا قلقاس منضفة زي ما انتم شايفين كده اهو، ويا ريت نجيب بقى اما نيجي نشتري القلقاس يا جماعة نشتري الواحدة تكون كبيرة على بعضها ويكون مدورة كده ويكون لونها بينك، بيدينا طعم جميل جدا. تمام، ومعايا ربطة سل ومعايا ربطة كزبرة مقطعهم من السيقان خالص وواخد الورق بتاعهم بس. في البدايه معايا حله على النار هنزل بيها، هنزل عليها بالقلقاس وهرجع لكم على طول. حبايبي دي حله كانت شوربه عندي وكنت محتفظه بيها ما برميهاش، وهنزل عليها بالقلقاس زي ما انتم شايفين كده. بسم الله، وهسيبه يتسلق واغطي عليه، ويلا بينا نكمل مع بعض. ودلوقتي بقى جيت في الكبه بتاعتي ديت، حطيت فيها السلق ونزلت برضو بالكزبره. تمام، وهضربها في الكبه وارجع لكم على طول. حبايبي وزي ما انتم شايفين كده لقيته ما ضربش معايا، فزودت شويه ميه او شويه شوربه، ما فيش اي مشاكل. حبايبي وزي ما انتم شايفين كده بعد ما ضربت السلق والكزبره مع بعض، جبت مصفى ضيقه كده وصفيته عشان انا عايزه الميه دي لوحدها وعايزه التفل ده لوحده. زي ما انتم شايفين كده عصرته من الميه خالص. حبايبي يلا دلوقتي نشوف مع بعض القلقاس استوى ولا لا. بسم الله، لا تسيبوا لسه شويه كمان 3 دقايق بالظبط وارجع لكم. حبايبي ورجعنا نبص عليه تاني نشوفه استوى ولا لا عشان نشوف الخطوه اللي بعد كده. تمام زي الفل، بسم الله ما شاء الله بقى زي الزبده. الميه اللي احنا عملناها بتاعه السلق وبتاعه الكزبره هنبلقها كلها عليه وندي تقليبه محترمه كده، ونسيب بقى الحله ما نغطيهاش عشان الخضره دي كلها تديله شكل كده جميل. لو قفلنا الغطا هتسود معانا، لكن احنا مش عايزينها تسود، احنا عايزينها بالخضار الجميل بتاعها دوت واللمعان بتاعها دوت. حبايبي وطاسه على النار نزلنا بيها بحته سمنه عليها عشان ننزل بالثوم اللي احنا هرسينه مع بعض. حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا مش هدي الفرصه للثوم ان هو يصفر معايا علشان هنزل بالسلقه عليه. تمام، هشوحه بقى معاه لحد ما احس ان السلق معايا استوى. اعرف منين؟ لما الثوم يدخل معايا على صفار كده يبقى خلاص بقى زي الفل. حبايبي وبعد ما شوحنا السلق كده بالكزبره زي ما انتم شايفين كده الكزبره الخضراء، هننزل عليها بقى بمعلقه كزبره ناشفه عشان تديني طشه الملوخيه. بتدي طعم وريحه وقوام ما شاء الله جايب اخر الشارع. حبايبي وزي ما انتم شايفين معايا كده شوحتها كلها كده مع بعض، خدت ودي بقى ادت مع بعض كده والريحه جايبه اخر الشارع ما شاء الله الله اكبر. هنزل بقى دلوقتي بيها على القلقاس بتاعنا الجميل. حبايبي وزي ما انتم شايفين بقى كده هنزل بالسلق وكده والكزبره، الكزبره الخضراء والناشفه على القلقاس. شايفين شايفين الجمال ما شاء الله، الريحه جميله جدا، وشايفين القلقاس محتفظ بلمعانه وخضاره، بصوا ولا اسود مني ولا اي حاجه الله اكبر. حبايبي بقى دلوقتي هنغرف بقى مع بعض، شايفين اللمعة شايفين الخضار بتاعه محتفظ بلونه ما شاء الله الله اكبر، عامل زي الزبدة بسم الله ما شاء الله. حبايبي وزي ما انتم شايفين كده الغدوة البسيطة، الغدوة الجميلة مش مكلفة خالص ومغذية جدا لأولادنا وأطفالنا، كفاية نوع من ايديك ايه زي الفل، وطعمه وريحة ونظافة
جايبه اخر الشارع والله العظيم. يا ريت تشرفوني في القناه، لاني انا القناه بتاعتي يعني انا بتعب بجد والله، فحتى على الاقل يعني شجعوني ان انا اعمل اي حاجه. شايفين طق شكل القلقاس عامل ازاي؟ حطي بقى جنبه شويه رز شويه مخلل زي ما انتم شايفين كده، يعني اي غدوه كده بسيطه بتفرح الاولاد. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم واستفدتوا منه باي معلومه ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم رشا فودز للاكلات السريعه، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.